فتح الحرس الثوري الإيراني باب التطوع في صفوفه للمرة الأولى في سوريا منذ انخراطه في الحرب السورية، وأفادت مصادر عن إقدام مئات الأشخاص على التطوع في صفوفه مدفوعين بإغراءات مالية وحصانة من تعرض النظام. للمرة الأولى منذ انخراط إيران في النزاع إلى جانب النظام السوري، فتحت قوات الحرس الثوري الإيراني باب التطويع في صفوفها لأهالي محافظة دير الزور، وذلك بعد أن كان التطوع في صفوف الحرس الثوري يقتصر سابقاً على الميليشيات الممولة والمدعومة إيرانياً كميليشيات حركة النجباء وأبو الفضل العباس وحزب الله. المئات من أبناء محافظة دير الزور أقدموا على التطوع مدفوعين بالإغراءات المالية التي يقدمها الحرس الثوري والحصانة التي يزعم أنه يوفرها لمنع تعرض النظام السوري للمتطوعين، حيث تشمل العملية المنشقين سابقا عن قوات النظام والراغبين في تسوية أوضاعهم، بالإضافة إلى المدنيين وعناصر سابقين في فصائل مسلحة مناوئة للنظام. إغراء المواطنين والمتطوعين بالإضافة إلى الحصانة من تعرض النظام يأتي عبر منحهم راتبا شهريا يبلغ 150 دولارا أمريكي، وتخييرهم في عملية انتقاء مكان الخدمة بين الذهاب للجبهات أو البقاء في مركز التدريب. المرصد السوري نشر الأسبوع الماضي أن الإيرانيين وميليشيات حزب الله اللبناني عادوا إلى التوغل في المناطق الحدودية الجنوبية والجنوبية الغربية مع الأردن والجولان المحتل، على شكل نفوذ إداري ومخابراتي، وذلك عبر موظفين برواتب مالية مغرية. كما شكل حزب الله في المنطقة الجنوبية من سوريا ميليشيات تحت مسميات لا تصرح بالتبعية له، كما إن حزب الله يعمد على فرض سلطته ونفوذه على معبر نصيب الحدودي مع الأردن من خلال موظفين يعملون لصالحه داخل المعبر يجري إسنادهم من قبل ضباط رفيعين من قوات النظام في محافظة درعا. وللحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع، يسعدني أن أرحب بضيوفي. معي من القاهرة دكتور هشام البقلي، مدير وحدة الدراسات السياسية في مركز سلمان زايد، ومن إيطاليا الأستاذ مسعود محمد، كاتب وناشط سياسي. ضيفي الكرام، أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. أستاذ مسعود محمد، مساء الخير. مساء النور لك ولضيفك وللمستمعين. أهلا وسهلا. يعني لأول مرة الحرس الثوري الإيراني يفتح باب التطويع أو التطوع في صفوفه، الرسائل والدلالات في هذا التوقيت؟ أنا أعتقد هذه ليست أول مرة. سمعنا قبلا بما يسمى باللواء 313 في مدينة أزرع في درعا، حيث حاول الحرس الثوري بالعام 2017 استقطاب 200 شخص. الأصل في المسألة كلها هي وصية الخميني عندما قال بأنه يجب تصدير الثورة، ومنذ ذلك الحين هذا النظام الإيراني يعمل ويسعى على تجنيد عناصر لتساند ثورته داخل لبنان وداخل سوريا وداخل العراق وداخل اليمن وداخل مجموعة من الدول العربية بما فيها دول الخليج، حيث حاولوا تجنيد مجموعة من العناصر في الكويت وفي البحرين وفي السعودية في المنطقة الشرقية. إن هذا النشاط الإيراني ليس نشاطا جديدا، ربما أعاد تنشيط نفسه وحالته الآن في سوريا، وذلك بسبب خوفه لأن هناك وضع جديد في العراق بدأ يظهر للإيراني بأن هذه الحكومة الجديدة وهذا الرئيس الجديد قد لا يكونوا متعاونين بنفس الطريقة التي كانت فيها الحكومة السابقة في العراق، وبالتالي هناك تخوف وهناك محاولة لإعادة ترتيب الوضع داخل سوريا بما هو يناسب الوضع الإيراني. طيب أستاذ مسعود، يعني هنا إذا تسألنا عن موضوع الاستراتيجية الأمريكية بفرض العقوبات ومن ضمن الشروط إخراج إيران لكل ميليشياتها، يعني وكأنه إيران تذهب بالموضوع إلى تحدي، وتحدي كبير للولايات المتحدة. من الأساس هناك قرار استراتيجي إيراني بعدم الانسحاب من سوريا، لأن انسحاب إيران من سوريا هي بداية نهاية هذا النظام، ولذلك نجد بأن الإيراني متمسك ببقائه في سوريا إما بالمباشر وإما بطريقة غير مباشرة عبر ميليشيات حزب الله اللبناني وغيرها من الميليشيات الأفغانية التي استوردها النظام الإيراني ووضعها داخل الأحياء السورية ليعيشوا فسادا داخل سوريا وليأذوا الشعب السوري وليكونوا جزء من أداة القمع لهذا النظام السوري السيء.
طيب أستاذ مسعود، يعني هنا أين ذهبت مطالبات كل الدول الإقليمية بإخراج إيران من المشهد السوري والحديث عن صفقة هنا أو هنا، وعن الدور الإسرائيلي بالتحديد حول هذا التعزيز، تعزيز التموضع الإيراني في الجغرافيا السورية؟ أنا لا أعتقد بأن المجتمع الدولي وخاصة الأوروبيين جديين بمسألة إخراج إيران أو بمسألة التضييق على إيران. لأول مرة نجد أوروبا تتحدى أمريكا في الموضوع الإيراني وهي تساند الإيرانيين، ولذلك أنا أعتقد بأن الأمريكان أيضا بموقف ضعيف جدا بالمنطقة، وهم ليسوا بقادرين على إخراج النظام الإيراني. طيب دعنا نقف في هذه الجزئية أستاذ مسعود، بات جاهز معي من القاهرة دكتور هشام بقلي. دكتور هشام مساء الخير. مساء النور سجاد، أهلا بك. يعني دكتور هشام، معلومات تفيد وتؤكد بأن إيران فتحت باب التطوع في الحرس الثوري الإيراني في سوريا، يعني هذا التوقيت ودلائل ورسائل التي تريد إيران إيصالها؟ بالطبع يعني إيران تريد إرسال مجموعة من الرسائل في هذا التوقيت الهام، وقبل أيام قليلة من العقوبات المنتظرة على طهران. هذه الرسائل أولها تخص مسألة التوقيت، توقيت الرسائل، تريد أن ترسل رسائل إلى كافة الأطراف الدولية والأطراف الإقليمية بأنها لم تنسحب من سوريا، وأن تواجدها في سوريا هو أمر يعني لا يمكن أن تتنازع عنه إيران مهما كلفها الأمر. ترسل رسائل أنها تتواجد بشكل عسكري ومكثف في سوريا من أجل المزيد من الضغوط، ومن أجل توجيه رسائل الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستضغط أكثر على الولايات المتحدة من خلال الملف السوري، ومن خلال تواجدها المكثف جنوب سوريا ستهدد أمن إسرائيل. أنها تريد أن تقول أننا على استعداد أن نشعل شكلا من الحرب في هذه المنطقة إذا حاولتم أكثر من ذلك في إبعادنا عن الملف السوري، أو حاولتم يعني الاستمرار في سياسة العقوبات. إيران تريد أن تجلس على طاولة مفاوضات، ولكنها تريد الآن أن تظهر في مظهر قوة أمام المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي من أجل الجلوس على طاولة مفاوضات من منطلق قوة وليس من منطلق ضعف، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها إيران من الداخل. طيب. تريد أن تثبت تواجدها. طيب أستاذ مسعود، بالعودة إليك، يعني إيران تريد أن تظهر نفسها في موقف قوة حتى قبل بدء سريان الحزمة الثانية من العقوبات، التي بمعناها تريد منذ متى والعقوبات الاقتصادية ترضخ إيران أستاذ مسعود؟ أعتقد بأن العقوبات الاقتصادية هذه المرة ستكون قاسية، وإيران تستمر بعملية التحدي، وهي من جديد بعد أن كان بتفاهم ما فرض على حزب الله الانسحاب من محيط منطقة الجولان ومن حدود منطقة الجولان. هناك معلومات عن عودة ميليشيا حزب الله إلى تلك المنطقة لفرض مزيد من الضغط على إسرائيل، ولفرض مزيد من التحدي باتجاه أمريكا وباتجاه المشروع الأمريكي للسلام للمنطقة. وبالتالي الإيراني يعلم بأن العقوبات ستكون قاسية هذه المرة، لذلك هو يحاول أن يقوم بكل ما يمكن لتجميع أكبر عدد من الأوراق لدخول المفاوضات. وقد سمعنا قبل أسبوعين الرئيس روحاني يقول بأننا مستعدين للتفاوض، وبعد ذلك وزير خارجيته قال نحن مستعدين أن نتفاوض في حال تم حفظ كرامتنا. قبل كانت الشروط والشروط المتبادلة، الآن هناك حالة استجداء، وهم فقط يريدون حفظ كرامتهم مقابل أن يدخلوا عملية التفاوض. الإيراني يعلم بأن هذه المرة ستكون الظروف صعبة، ولن يكون الحصار الاقتصادي حصار سهل. ونحن نشهد يوميا، حتى ولو كانت غير معلنة، حتى ولو كان الإعلام لا يظهرها بشكل لائق، نشهد تحركات احتجاجية داخل إيران في عديد من المناطق. نعم لم تستوي بعد هذه التحركات، لم تصل إلى مستوى الاحتجاجات العارمة. طيب. ولكن هناك تحرك يومي في الداخل الإيراني. طيب دكتور هشام، هناك حالة من الاستجداء يعني إيران، ولكن برأيكم هذا التعزيز للتواجد والتموضع العسكري في سوريا، إن كان من قبل الحرس الثوري أو حتى الميليشيات المحسوبة على إيران، ألا تربك المشهد أو تربك السياسة الأمريكية وتفتح الباب أمام الصين وروسيا في
التدخل بأكثر من ملف دكتور هشام؟ بالطبع يعني التحركات الإيرانية هي تربط قليلا الوضع في واشنطن والإدارة الأمريكية، ولكن ليس بالقدر الكبير. يعني يمكن التحركات الإيرانية هي مازالت تحركات على الأرض، ولم يعني ترامب لديه ثقة بأن إيران لم تفعل شيء. يعني هو يعني أخذ هذه الثقة من نتيجة لشدة العقوبات المفروضة على طهران، ونتيجة للأوضاع الداخلية، ونتيجة لتعاون عدد كبير من الدول ضد إيران في هذه الفترة. ولكن الحقيقة أن التواجد الإيراني بالنظر إليه سنجد أنهم متواجدين الآن في العراق بشكل كبير. هناك أسلحة أخرى في العراق خلال الفترة الماضية، تواجد من جديد في سوريا، جنوب سوريا، في يعني تهديد الأمن الإسرائيلي أو كورقة ضغط على الجانب الأمريكي من خلال التواجد في جنوب سوريا. كل هذه الحسابات تجعل من الإدارة الأمريكية بعد فرض العقوبات، وترامب يريد أن يؤكد أنه سيسير في منهجه الذي اتخذه مع طهران منذ توليه الحكم. أعتقد أن لغة الخطاب الأمريكي قد تتغير حتى بعد فرض العقوبات في الرابع من نوفمبر. من الممكن أن يبدأ مجددا في دعوة النظام الإيراني للتفاوض، من الممكن أن يتم يعني دخول وسيط مثل روسيا والصين في مسألة الضيوف على طوال المفاوضات، خاصة أن الجانب الإيراني يعني يهيئ نفسه بأن يجلس على طاولة مفاوضات في أقرب وقت ممكن. لذلك قد يكون الأمر أسهل خلال الفترة القادمة، خاصة بعد عقوبات الرابع من نوفمبر. طيب أستاذ مسعود، يعني في النقطة التي أضاء عليها الدكتور هشام البقلي حولها، يبدو بأن لن تستمر هذه السياسة الأمريكية حتى بعد فرض العقوبات أو فرض العقوبات الحزمة الثانية من العقوبات على إيران. يعني استراتيجية واضحة من قبل الإدارة الأمريكية، تصرح دائما بأنها لن تخرج حتى من سوريا حتى إخراج آخر جندي إيراني أو محسوب حدا على إيران من سوريا. أنا أعتقد بأن الأمريكيين عندهم مشكلة كبيرة داخل سوريا. أولا هم لم يدخلوا بسياسة واضحة إلى سوريا، ثانيا لم يدخلوا بقوات كافية تساعدهم على حسم المعركة داخل سوريا، وهم فقط استندوا إلى قوات قسد، قوات سوريا الديمقراطية، لحسم المعارك. وقد شهدنا في اليومين الأخيرين حالة انهزام لهذه القوات أمام داعش، ووجدنا عودة داعش إلى الساحة، وعودة داعش ليست بريئة، هي بتحريك من النظام الإيراني والنظام السوري، وهم يحاولون قلب الأوراق على الأمريكي. على الأمريكي أن يقرر ماذا يريد بشكل نهائي وبشكل حاسم، وعليه أن يكون عنده أجندة واضحة، لأنه هناك تناقض أيضا ما بين الأمريكي والروسي حول الملف السوري. الروسي يقول للأمريكي بفمه أنه يريد أن يتعاون معه على إخراج النظام الإيراني من سوريا، ولكن بالمقابل هو يبقي على الورقة الإيرانية ليستخدمها بمفاوضاته الخاصة مع الأمريكان، وخاصة أن الروسي أيضا يخضع لمجموعة من العقوبات التي بدأت تضايق نظامه اقتصاديا. طيب دكتور هشام البقلي، يعني استمعت إلى الأستاذ مسعود، ويبدو بأن الكل يستخدم أوراق معينة، هل بالفعل روسيا تعطي وعود من خلال الكلام ووعود شفهية، ولكن على الأرض تقوم بدعنا نقول خلق حالة وغطاء للتواجد الإيراني؟ وهنا ماذا عن الاتفاق الذي تم إبرامه بين روسيا وإسرائيل حول أبعاد الإيرانيين عن حدودها وعن باقي المدن في سوريا؟ بالطبع يعني الجانب الروسي صرح كثيرا، وحتى في القمة الأخيرة التي جمعت بين بوتين وترامب تحدث عن أن هناك تسوية للوضع الإيراني في سوريا، ولكن نجد على أرض الواقع ونجد في الغرف المغلقة أن دائما ما تراوغ سوريا روسيا من أجل البقاء إيران في سوريا. إيران كما قال الدكتور مسعد أنها تستخدم كورقة ضغط من الجانب الروسي على الجانب الأمريكي لمزيد من المكاسب لصالح الطرف الروسي. وتصريحات الجانب الروسي دائما ما كانت كثير، وتؤكد الى ان الجانب الروسي لن يستطيع ان يخرج ايران بشكل كامل من سوريا. هي مجرد تفاهمات تتم، مراوغات تتم من اجل الابقاء على هذا الوضع كما هو عليه.
قد ينسحب مثل ما حدث انسحاب إيران بشكل جزئي من المناطق الحدودية ثم عادت مرة أخرى، ولكنها متواجدة وروسيا تراوغ من أجلها وتراوغ من أجل مصالحها وتستخدمها بالفعل كورقة ضغط على الجانب الأمريكي، وأيضا تستخدمها لأهمية وجود النظام الإيراني داخل سوريا من أجل المصالح الروسية. هو النظام الإيراني وعلاقته بالنظام السوري هم يعني من أكثر الأنظمة في العالم، بينهم علاقات قوية للغاية، بينهم يعني مصالح مشتركة كبيرة، بينهم توطيد شديد جدا، يحتاج الجانب الروسي أيضا في المستقبل من أجل استمرار تواجده واستمرار فرض سيطرته ونفوذه على سوريا في المستقبل. نعم أستاذ مسعود، برأيكم يعني في ظل الحديث عن الاحتياج الروسي لإيراني وإلى آخره في هذه الجزئية، برأيكم ما الثمن المنتظر أو الصفقة المنتظرة حتى تقوم بالفعل روسيا بالتعاون لإخراج إيران من المشهد السوري؟ أنا أولا أريد أن ألفت النظر إلى مسألة مهمة وضرورية. إن مسألة خلق ميليشيات سورية داخل سوريا قد تكون أحد الأدوات التي ستستخدم لاحقا، كما استخدم حزب الله اللبناني في لبنان وكما استخدم الحوثي في اليمن، حيث سيقول الإيراني ها أنا قد انسحبت من سوريا ويبدأ عملية تفاوض، وبالمقابل يسلم سوريا لمجموعة من الميليشيات على غرار حزب الله في لبنان وعلى غرار الحوثي في اليمن، وبالتالي يبقي الورقة السورية بيده دون أن يكون موجودا بشكل مباشر. علينا أن نفهم بأن النظام الإيراني نظام براغماتي، وهو يستطيع أن يلعب ويناور، وهو أثبت إلى الآن قدرته على المناورة واللعب. حتى ولو كنا خصوم للنظام الإيراني، علينا أن نعي خطورة هذا النظام لكي نعرف كيف نواجه هذا النظام. للأسف هذا النظام امتلك مجموعة من الأوراق ونظم مجموعة من التحالفات مع روسيا ومع الصين ومع الهند ومع مجموعة من الدول لكي يساعد نفسه على أن يمرر مسألة العقوبات. هو نظام منظم، نظام عقائدي، يعرف كيف يعمل، وبالتالي ليس من السهل أيضا على الروسي أن يوجه ضربة للنظام الإيراني، لأن الروسي لن يكون قادرا على أن يتمم العملية داخل سوريا لوحده. الروسي بحاجة لميليشيات عسكرية على الأرض. الروسي إلى الآن لم يتدخل هو بشكل عسكري مباشر، وقدراته الاقتصادية وأزمته الاقتصادية لن تسمح له بإدخال مئات ألاف من العسكر الروسي إلى سوريا، وبالتالي العسكر الميليشيا نعم أكمل وبالتالي الميليشيا الإيرانية مع الغطاء الجوي السوري مع الغطاء الجوي الروسي يتكاملون، لا يستطيع أيهما أن يعمل دون الآخر، هناك عملية تكامل، ومن هنا تظهر عملية التكاذب الروسية بالكلام عن إخراج النظام الإيراني. الروسي إذا أراد إخراج الإيراني من سوريا عليه أن يدخل مئات آلاف العسكر، هل هو مستعد لذلك؟ طيب ننتهي هنا. ضيفي من إيطاليا الأستاذ مسعود محمد، كاتب وناشط سياسي، شكرا لك على تلبية الدعوة وعلى كل ما تفضلت به، والشكر موصول لك. ضيفي من القاهرة دكتور هشام البقلي، مدير وحدة الدراسات السياسية في مركز سلمان زايد. مشاهدينا موعدنا يتجدد على رأسه.